هناك جماعة مسلمة، أنا أقول بصراحة، طبعاً هذا لعلي أول رأي، أول مرة أطرح هذا الكلام، حتى في لقاءاتنا مع المسؤولين لم أطرح هذا، لكن أطرح الآن، أنا كجماعة مسلمة لنا رأي، ولنا تحفظ على بعض مواد الدستور، المادة الثانية من الدستور، كم طالبنا بأن تعدل وأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريعات. هذا مطلب لا يمكن أن نحيد عنه كتجمع إسلامي، وهذه غاية وهدف، لكن نسعى لتحقيقها أيضاً بالوسائل الطيبة المتاحة، بعدم تجريح الأفراد وعدم كذا، حتى في خلال المجلس السابق كان هذا طرحنا وهذه المشكلة، ونأمل إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله حنطرح هذا التعديل، ونأمل إن شاء الله لتعاون الجميع أن نحقق. وأما الموقف اللي هو الحمد لله يمثل مطلع عام، لأن قضية جميعا حسب ما لمسنا في الصلاة الأولية، أيضا بلغنا المسؤولين في لقاءاتنا الخاصة، ولكن بكل وضوح بكل صراحة هو كما بلغكم، وقلنا أيضا ناقشنا أمور كثيرة، كذلك طرحنا كمخرج من هذه الأزمة التي نعمل إن شاء الله أن يتفق الجميع عن الحفاظ على هذا الوقت، بحيث أن لا يهز وقت الكويت للظروف السياسية المحيطة فيه، هذه يجب أن نكون أيضا واعين لها، عرض عن الحياة المياهية، وأن أي شيء يطرح من خلال أيضا القنوات الشرعية. الشيء اللي أحب أقوله، وقد فسر البعض تفسير خاطئ، لكن أنا أوضح لكم الآن، في لقاءنا مع المسؤولين طرحنا طرح أيضا جيد، نرى أن المسؤولين طرحوا أنهم لا يمكن أن يعيدوا المجلس إلا وفق الضوابط والابتعاد عن السلبيات التي سببت في حل المجلس في المرتين السابقتين، فطرحنا على المسؤولين اطرحوا هذه لنناقش ما هي الضوابط وما هي السلبيات. ايضا اقترحنا كحل مخرج لهذه الازمه، وطرحنا للمسؤولين هذا الراي كما نطرح لاخواننا جميعا، انه لا بد من تشكيل لجنه يمثل فيها رجالات الكويت، تكون هذه اللجنه مقبوله للاطراف جميعا وللكويت بشكل عام، هذه اللجنه تدرس السلبيات وتدرس الضوابط، ولكن يبدا عمل هذه اللجنه بعد اعلان الحكومه، وطلبنا ان يكون ان شاء الله الاعلان في هذه الليله المباركه باعاده عرض الحياه المياديه وعدم المساس بالدستور، هذا شرطين، هذول شرطين طرحناهم على المسؤولين لحتى تقوم هذه اللجنة في بدء، وتطرح مرئيات وما ترى أيضا من خلال المجلس. هذا كان يعني بوضوح بعض ما يسيل، يعني بعض الإخوان يفسرون بعض الطروحات وفقا لما يريدون، وأمانة القول والأمانة تلزمنا جميعا بأن نطرح الأمور وفق ما حصلت بالضبط. لا أن أحاول أن أشوه رأي زيد من الناس لأن الله في الرأي، ولا أحاول أن أشوه الكلمة على فلان لأني والله أخذت إياه في الطريق، كذلك وأنتم ولا الحمد ممن تهمون مصلحة الكويت، أرجو كما قلت لأخي أبو عبد العزيز وأخي أبو يوسف أنه علينا أن نضع في اعتبارنا الأوضاع السياسية وما يحق في الكويت، وهنالك كما نعرف جميعا مطالب من قبل الدول الكبرى، هذه الدول تحقق مطالبها عندما يحتل التوازن في أي مجال. من المطالب ليس بخافع على الجميع، أمريكا الآن تطالب من الدول العربية ومنطقة الخليج بالذات بضخ النفط بكميات خيالية
في صهاريج أعدتها كمناجم سابقة أعدتها لاستيعاب كميات كبيرة من النفط وبلا ثمن، وتبقى مخزونة هناك عندهم إذا احتاجوا يدفعون الثمن. لا شك الكويت من الدول التي رفضت هذا الطلب ومصر على الرفض، والحمد لله على ذلك. أمريكا وجميع أنتم أول من يرفضها وأول من يجذبها رفضها ويحصل للإضرار في الكويت أو في السكان. لذلك علينا أن نكون طائعين، نضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، ونستمر بالمطالبة بالأطر اللي تعرف عليها الناس بالكلمة الطيبة وبالحوار الطيب وبالإصرار على المطالب. لكن يكون تجريح لا يجوز. تسجيل أنا والله سمعت بعض كلمات وسمعت المتحدثين وعاتبت بعض المتحدثين في أنا أقول المطالبة سليمة، عودة المجلس، عدم المساس بالدستور، عرفت أخي هذا والإسراع فيها، كل مطالب مشروع حتى الوسيلة، عرفت أخي؟ نعم، حتى وسيلة التسجيل، وسيلة الإعلان، وسيلة المنشور. لكن يا إخوان لا نخرج، عرفت، ويسجل عليكم كرجال أنكم تجرحون الناس، تجرحون الأطفال، وتطلبون إعادة المجلس للناس تجرحون، لا يمكن. يعني بتصور أمور الفعل، ليش احنا ليش نقف على الموقف على السلطة التجارية؟ أنا أرجو يعني أن تكون عندنا ضوابط أيضا في المجتمع. لكن لما تجيني تطلب مني شيء وانت تصر بعنف، لا يمكن. لا 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 لا